السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير. وصفه تاع اليوم هي البوراك الجزائري، واللي معروفه به الجزائر بكثره، وخصوصا في المناسبات او الافراح او في شهر رمضان، واللي ان شاء الله يدخل علينا بالخير والبركه. المهم اليوم جيتكم بطريقتين في التحضير ديالو. الطريقه الاولى وهي يكون محشي باللحم المفروم الغنمي، اما الطريقه الثانيه يكون محشي باللحم المفروم تاع الديك الرومي او الدجاج، ثاني كنتي كيفاش حابين. اما طريقه الطهي نفس الشيء، الطريقه الاولى ينقلى في الزيت، اما الطريقه الثانيه فهي في الفرن، وهذا بالنسبه اللي عندهم مشكل مع الكوليسترول. المهم ما نطولش عليكم ونمشي نشوفوا باقي الخطوات. عندنا هنا كميه من اللحم المفروم الغنمي، بصل مقطع الى قطع صغيره، قصبر مع المعدنوس. اما بالنسبه للتوابل، كل من فلفل احمر، فلفل اسود، ملح، كمون، ونحتاج اكيد الى سبريرول يعني الديول باش نعملوا البوراك ديالنا، وكميه من الجبن، اي جبن تحبي تستعمليه، الاختيار يبقى لك. وفي الاخير نعمل كميه فيها قليل من الدقيق وقليل من الماء، وهذا باش نبلعوا البراوات ديالنا. المهم نبداو، حاجه الاولى هي نكهوا اللحم المفروم ديالنا مع جميع التوابل، وهذا باش نمزجوا كل شيء مع بعضياتهم البعض. وفي نفس الوقت نمشي نجيب مقلاة ونوضع فيها قليل من الزيت، ونحط عليها البصل، وبعد ما يطيب نصف طياب، كما راكم عارفين البصل ياخذ شويه وقت مقارنه مع اللحم المفروم، من يطيب شويه عاده هنا نزيد عليه اللحم المفروم، ونواصل في الخلط حتى اللحم المفروم ديالي يطيب تماما ويصير جاهز عندي هنا باش نعمله في الحشو. اما بالنسبه للحم المفروم الديك الرومي فهو يطيب بنفس الخطوات وبنفس التوابل، الا نزيد قليل من الجنجبيل. اما الحين الحشو ديالي راه جاهز، سواء تاع الديك الرومي او الغنمي، ما عليا غير نمشي نجيب ورق الديول، وانا نستعمل ورق الديول المربع، واللي تقدري تستعملي الدائري. المهم نحاول نطوي الورق ديالي بهذا الشكل على ثلاثه، ونجيب كمية من اللحم المفروم ونحطه، وأكيد نزيد عليه قليل من الجبن، وهذا هو اللي شمس البوراك بالنسبة لي. المهم نحط كمية قليلة من الجبن، والحين نحاول نبلعها ونشكل الشكل المثلث. والحين بعد ما شكلت الشكل المثلث، نمشي نجيب هذا الخليط اللي قلت لكم عملته مع الدقيق وقليل من الماء، هذا باش يساعدني في غلق البريه ديالي او المثلث ديالي، ويثبته وما تنحليش من نجي يعني نقليها في الزيت. انا يعني نفضل هذه احسن من البيض. وهذا هو الشكل النهائي تاع البركه ديالي، واللي شكيتها على الشكل المثلث، يعني نشوفها سهلة وبسيطة. أما الحين نمشي ونشوفوا الشكل الثاني، واللي راني ماشي نشكله على شكل السيجار، يعني يجي دائري. والحشو كذلك عملت هنا حشو تاع الديك الرومي، يعني كما قلت لكم حابة برك نعطيكم فكرة، يعني تقدروا تستعملوا كلا الحالتين أو كلا الحشوتين. المهم حتى هي نعمل قليل من اللحم المفروم الديك الرومي، ونزيد عليه قليل من الجبن، ونحاول نشكل السيجار ديالي بهذه الطريقة، وهي طريقة سهلة سهلة وبسيطة. وحتى هي لما نجي في الحافة نعملها حتى هي قليل من الماء مع الدقيق، وهذه باش تثبت لي السيجار ديالي. المهم الحين حاول نكمل الخليط او الحشو ديالي ولا البوراك ديالي بكلا الخليطين او بكلا الشكلين، حتى نكملهم كامل، ونتلاقاو ان شاء الله في اخر الفيديو باش نشوفوا مرحله الطهي. يا ما مال دموعك زرابه، خلالي تام فيا مغلبه، بقيتي وحيده تعاني مع الزمان. اه يا يما وين هو اخويا، هم الفرقاك وين.
بكيا خدم بلاد وبصفة والنية أو مات الشهيد أرحمه يا رحمن. أيما واشد القصية فقدنا بلادنا وضاع رزقنا ومنوينا شهد الشي جرنا نطلب ربي حن علينا. وأخيرا كما راكم تشوفوا راني كملت البوراك ديالي بكلا الطريقتين أو بكلا الكيفيتين أو بكلا الحشوائين. المهم راه كمل مع اليدر خير نمشي إلى أو نمر إلى مرحلة الطهي. وهنا كما قلت لكم أن يعمل طريقتين في الطهي. الطريقة الأولى وهي الطهي على الفرن، وهذا بالنسبة لي يعانوا من مشكل الكوليسترول، يعني أنا أقولهم تفضلوا يطيب في الفرن، وأنا يعني الصراحة ما عنديش كوليسترول منفضل هذه الطريقة، ما نحبش البورك يجي فيه بزاف تعيدان. المهم تحطي على الورق الغذائي أو الورق الخاص بالفرن وتحطي البورك ديالك وطيبي على نار أقل من المتوسط باش البورك ديالك يطيب أو يحمل من كلا الوجهين. كما كما عارفوا الحشوة راه طايب برك البوراك اللي لازم يحمل من كلا الوجهين. احنا خواف وفي كل مكان على الاستقلال ضاعوا الشبان. اما الطريقة الثانية واللي هي معروفة للجميع هي نقليوها في الزيت. كما كما تشوفوا بعد الزيت ديالنا ما تسخن شوية نحط البوراك ديالي على نار اقل من المتوسط ونخليه حتى البوراك ديالي يحمى من كلا الوجهين. المهم نخلي انا البوراك ديالي طيب ورانا نتلاقاو ان شاء الله في اخر فيديو. ضاعوا شبان وضاعوا نسوان كلهم جزائريين يا الاخوان. لازم يوقف هذا الطوفان اليد في اليد ونمشي للامام. وهذا هو الشكل النهائي تاع البوراك ديالنا كما راكم تشوفوا فيه، جا رائع يعني، وانا صراحه من محبيه. ومنقولوا البوراك اكيد اكيد نقولوا لازم تكون معاه اما شوربه او حريره، وانا نفضل الحريره يعني منطقه انا معروفه بالحريره. يعني كما تطيبي البوراك لازم ضروري تحطي معاه اما شوربه او حريره، يعني هذا كطبق نعتبره انا كطبق رئيسي. المهم البنات هذه هي الوصفه اللي كانت عندي اليوم، ونتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها. بالنسبه لما يعرفوش على خاطر احنا غالي اغلبيه الجزائريين كانوا نعرفوه وكانوا نطيبوه. المهم الحين معليا ما نقول لكم غير تبقوا على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وسمحوا لي على الصوت ديالي بس هذه السيمانه راني مريضه والصوت تاعي راه وحنا نقولوا راه هارب هذا ما كان. المهم تبقوا على خير ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي. يا إله يعالي لحنين بجاه محمد تاج المرسلين، صفي القلوب وجماعنا كاملين ونعيش كلتنا في الأمان. ومن عنا بالت لمسان بالصوار النصور الغزلان، قسنطينة والقبائل السجعان انواح حد الصف وتنعم العديان. جزائريين كلتهم خوان ان شاء الله ربي